الخير عليك. في حياتي شفت دراما كتير، كل أشكال الدراما اللي تتخيلوها، بس في مسلسل علق في دماغي بشكل غريب، مسلسل بابا عبده، فاكرينه؟ بابا عبده ده كان اسم البطل، لكن اسم المسلسل أبنائي الأعزاء شكرا. وقفت عند الجملة دي شوية، لقيت في الحياة نوعين من الأبناء. النوع الأول والده ووالدته رقم واحد في حياته، هم أهم حد عنده، لا يقول لهما إلا قولا كريما. نوع حاطط قصاد عينه حكمة واحدة بس، أهلك يا تهلك. والنوع ده بيسمع جملة أبنائي الأعزاء شكرا، شكرا مليانة حب، شكرا مليانة امتنان. أما النوع التاني فنوع أجركم الله، نوع مش فاهم يعني إيه أب ولا أم، ياريته بس مش فاهم، ده لا فاهم ولا حاسس باللي أبوه وأمه بيعملوه عشان. نوع لا يقول لهما إلا أف وينهرهما. والنوع ده بيسمع نفس الجملة، أبنائي الأعزاء شكرا، بس الشكر المرة دي مليان حسرة مش امتنان، مليان وجع مش سعادة. أبنائي الأعزاء شكرا بين الامتنان والحسرة. ومعايا نموذج صعب، ما عنديش جملة غير ان انا اقولها ان هو فعلا نموذج صعب، نموذج من نوع التاني. خلينا نشوفه مع بعض. بعد ما اتخرجوا ابتدوا يتعاملوا معايا معاملة يعني مش هي بقى. لما قلت لهم كتبت لكم الحاجة دي أنا حسيت إن الفرح في عينيهم. في الحالة دي كان حالتي الصحية ابتدت تحل. قعدت 6 شهور ما حدش قال لي بتعمل ايه؟ انتوا في بيت واحد؟ كنا بيت واحد بنقعد ساكنين مع بعض. قلبك جابك انك انت تنزل وتعرف ان ابوك تعبان وما تدورش وتبص عليه. قلبك جابك انك تعرفه اكل ولا ما اكلش. قلبك جابك انك ترمي له حاجه في الشارع. بأي قلب وبأي ضمير، بأي دين بيقول الكلام ده؟ الكرخ اللي حصل لي في قلبي هو ده اللي تعبني. مساء الخير عليك. إذا مات القلب ماتت الرحمة، وإذا مات العقل ماتت الحكمة، وإذا مات الضمير مات كل شيء. ومعايا نموذج مات فيه التلاتة، القلب والعقل والضمير. نموذج أقل ما يوصف به إنه كارثة، كارثة أخلاقية ومجتمعية. معايا أستاذ سمير. أهلا وسهلا. قول لنا إيه الحكاية؟ أنا سمير عبد الرحيم علي حسين من اسكندرية، أعمل بمراكب تجارية كقبطان المراكب التجارية. قبطان؟ تخرجت من أكاديمية أعالي البحار، عملت في البحر لمدة 15 سنة، وبعد الفترة دي اتجوزت. اتجوزت واحدة ست وربنا كرمني بثلاث أولاد. بعد فترة التعليم الإلزامية بتاعتهم توفت أمهم. خلاص في الظروف دي كان عندي أخت، كان في بيني وبينها مشاكل، ما تعرفيش مشاكل نفسية، حقد حسد، ما تفهميش. ليه؟ أنا كان وضعي يختلف عن إخواتي بالنسبة للوضع العائلي. يعني وضعك يختلف مختلف عنه. بالظبط. هي كان عندها حقد من ناحيتي بالنسبة للحكاية دي.
جت في يوم من الايام طبعا توفت والدتهم مفيش حد يرعيهم، اضطريت ان انا اقعد معاهم فتره معينه، سبت شغل وسبت حالي فتره معينه لحد ما ادبر اموري، بس لجأت في الاخر لها. ولاد حضرتك كان سنهم في الوقت ده قد ايه؟ يعني واحد في حوالي سنه تانية ابتدائي، والتاني في رابعه، والتالت كان في سته، كانوا ورا بعض يعني. وقعدت معاهم فتره لحد ما دبر اموري ومشي اموري، وسبت شغل وسبت حالي فتره معينه من الزمن. بعد كده اضطريت بقى، فكرت ان انا اجيبها بقى، مفيش فايده ان انا محتاج. طبعا حاجه ام الاختراع، لازم اجيب حاجه تسد المكان ده. طب وما فكرتش ليه انك تتجوز؟ ما فكرتش ان اجيب لهم مرات اب تبهدلهم في السن ده. كانت مطلقه وكان معاها عيل. قلت هي اولى ان هي تراعيهم وتعرف وسطيهم. بس على راي المثل اللي بيقول لك ايه، اللي في القلب في القلب. مهما حصل ومهما جرى برضه نفسيته تعبانه، نفسيته تعبانه برضه. طبعا فانا بقيت اسافر كل 3 اشهر ابعت لهم فلوس وبتاع، وبقت الامور ماشيه طبيعي مفيش مشاكل. فضلت معاهم لحد ما ربنا كرمهم وصلوا الثانويه العامه. حمدت ربنا ان هم وصلوا المرحله دي، ما حصلش اي مشاكل بينهم وبين بعض. لحد ما دخلوا الجامعه. 2 دخلوا كليه التجاره، وواحد دخل كليه حقوق. ربنا كرمهم لان هم كانوا متفوقين، مش هنقول لك يعني كان فيهم اي حاجه، لا كانوا متفوقين دراسيا يعني، ما كانش عندهم اي ناحيه من ناحيه. طب وكان معاملتهم مع حضرتك لغايه كده كويسه جدا صح؟ بقول لك انا ما كانش حد يجرؤ في يوم من الايام ان يشرب سيجاره قدام مني. احتراما ليك. لان لما كانوا بيفتشوا بعض، اوعى تكون في جيبك سيجاره تخش بيها على الحاج في البيت. ليه؟ انا لما كنت مخويهم مش اب. اخ بعد ما اتخرجوا ابتدوا يتعاملوا معايا معامله غير يعني مش هي بقى. حسيت ان ابتدت الظروف تتغير معاهم. ليه؟ جيت في يوم من الايام طبعا قعدت معاهم. قلت لهم انا عايزكم. كنت في الايام دي كتبت لهم عمارة المفروض ما حد يحس. طبعا هي ابتدت تسمم افكارهم. جيت في يوم من الايام جمعتهم. لما حسيت ان في نفور منهم. قلت بقول لكم تعالوا. واحد يساوي واحد يساوي 2. انتوا لكم حق عندي. ميت هتاخدوه، حي هتاخدوه. فانا هكتب لكم على حياه حياني، انا كتبت لكم العماره بيع وشراء لكل واحد فيكم نصيب. طبعا هم في الحاله دي ذهلوا. ليه؟ الكلام اللي وصل لهم خلاف اللي شافوه. ما انا برضه عطولين بحجر، عايز اعرف ايه اللي في دماغهم. ففهمت طبعا لما قلت لهم كتبت لكم الحاجه دي، انا حسيت ان الفرحه في عينيهم. انا حسيت ان الفرحه دول ولاد، لازم اعرف اللي فيهم. حسيت ان الفرحه في عينيهم، وحسيت ان الهم كله فيها في الساعه دي. ليه؟ بعد كده سمعت ازاي اكتب لعياله وازاي ما اكتبش لابني. عايزاك تكتب لابنها؟ لابنها. طب ازاي ورث واحد مش من دمي؟ تيجي ازاي؟ لا شرع ولا قانون ولا دين يقول الكلام ده. بس حضرتك كنت بتساعدها ماديا؟ هقول لك حاجه. انا كنت يعني عشان هي بتربي ولادك، فانت كنت برضه بتحاول ان هي تساعدها ماديا؟ ما كنتش بحاسبها. انا ما كنتش بحاسبها على الصرف. رغم ان انا عارف قوه صرفها انا فاهم هي بتعمل وعارف نمطها انا لو مش عارف نمطها ما كنت فكرت ان انا ما ادهاش عطيه. وعارف ان هي معاها، وعارف ان هي بتحوش من ورايا، وعارف ان هي بتعمل فلوس من ورايا. بس معدي ده كله عشان بتربي ولادك. قلت عشان العيال. ليه؟ انا بسال العيال، باخد اخواتي. في دي ناقصه جابت لكم سوت بفهم الدنيا ماشيه ازاي، بس من وراها. فعارف اللي فيها. حسيت من كلامهم ان هي ابتدت
تلعب في عقله. يعني كانوا بيقولوا لك ايه؟ يعني عمتهم بتقول لهم ايه؟ انت ناوي تتجوز بكلمة. بعد مرة قالوا لي احنا عايزين نتجوز. الله ده ايه الكلام ده؟ طب ما انت عندكم مكاتبكم وبتكسبوا عايزين تتجوزوا، وانا مالي بالكلام ده؟ طب انا معيش دلوقتي، انا دلوقتي راجل قعدت من الشغل معيش فلوس عشان اتجوزكم. بس انت امنتهم في بيوت تقعد يقعدوا فيها هو عمارة. ايوه ما انا عامل لكم كل واحد واخد شقتين في العمارة، عايزين ايه تاني؟ طب عايزين تتجوزوا انا اجيب لكم منين؟ في الحاله دي كانت حالتي الصحيه ابتدت تحلو، ابتدى بقى الكلى يتعب وابتدى القلب يضعف والبروستاتا كل النواحي. طبعا معايا مبلغ كنت اصرف على نفسي اعالج نفسي ليه؟ انا ما عنديش استعداد ان انا مدي لعيالي، كان عندي عزة نفس من الناحيه دي نهائيا، لان انا حكمت عليهم وقلت لهم يوم من الايام يوم ما مد لكم ايدي محدش يديني حاجه. بس حضرتك ربيتهم يعني عادي ان هم يقفوا؟ انا عندي عزة نفس، ما كنتش عارف ان الامور هتوصل بيا لكده، انا ما كنتش فاهم ان الامور ممكن توصل بيا للدرجه دي. بس المرض خد مني ياما لدرجة ان وصل بيا الدرجة ان انا الجيران كانت بتجيب لي الدكتور على حسابها. هما فين؟ هما في البيت، في بيتك اللي انت في بيتك اللي انت مديهولهم؟ ده احنا ساكنين في عمارة واحدة كلنا، ما احنا كلنا فيها. بس كنت بالزن على اليونان امرنا من الساحة بعد ما كان بينزل يدور عليك حاج ناقصك حاجه دلوقتي محدش بيدور عليك، طالع نازل يا حاج ناقصك حاجه في حاجه تعبان في حاجه بتاع، النهارده مفيش حد، قعدت ست شهور محدش قال لي بتعمل ايه. انتوا في بيت واحد؟ كنا بيت واحد بنقول لك ساكنين مع بعض، لدرجه ان الجيران كانت بتجيب لي الدكتور على حسابها. شوف وصلت بيك الدرجه لايه؟ يعني شو وصل بك الدرجة ليه؟ الجيران يلموا من بعض عشان يجيبوا لك الدكتور والعلاج. ازاي دي تحصل؟ انا ما كنتش متوقعها، ما كنتش متصورها. بعد ما كان الفلوس عندي ملهاش عدد، يجي في يوم من الايام تتطرق لي ظروف ان انا مدي الاذن لغريب عشان يجيب لي علاج، عشان يجيب لي الدكتور يكشف عليا. طب وما كنتش بتقول لهم عيب؟ عيب ان الغريب هو اللي يجيب لي العلاج ويجيب لي للدكتور وانتوا موجودين ورجاله واقفين في ظهري، مفروض يعني مفروض يبقوا اولادي اللي انا ربيتهم رجاله يبقوا في ظهري. يعني انا هقول لستك حاجه، ازاي انت عايش معايا في البيت وما تعرفش امك في ايه؟ ازاي؟ قلبك جابك انك انت تنزل وتبقى عارف ان ابوك تعبان وما تدورش وتبص عليه؟ قلبك جارك ان انت تسمع ان الجيران جابوا له الدكتور وودوه المستشفى وجابوه من المستشفى وما تعرفش فيه ايه؟ قلبك جابك ان تعرفه اكل ولا ما اكلش؟ قلبك جابك انك ترمي له حاجتك في الشارع؟ رموا لك حاجتك في الشارع؟ ايه؟ قلبك جارك الكلام ده كله؟ عاتب مين؟ عاتب قلوب حجر؟ عاتب العجاز اللي اتكسر مني في السكة؟ رموا لك حاجتك في الشارع ازاي؟ في عز الشتاء جيت من بره من المستشفى ولقيت الجرس تسع عليا، تعالى يا عم سمير انا عايزاك. في يا ست لازم معلش انا اسف لازم مغيرين الكلام بتاع الباب بتاع العمارة، عيالك رموا لك حاجتك في الشارع تتحمليها ازاي؟ بأي قلب وبأي ضمير بأي دين بيقول الكلام ده؟ بعد ما اعطيتكم عمري واعطيتكم حالي ومالي في الاخر اتم في الشارع رمية الكلاب في عز الشتاء تيجي ازاي؟ انا قلبي يقول الكلام ده، انا قلبي يقول ان انا اترمي في الشارع بعد اللي عملته لكم ازاي؟ ده حضرتك حتى لو ما عملتش، ده انت لو ما عملتش حاجه يقفوا جنب ابوهم وامهم. يا سيدي ده انتوا متربيين على الفضيله، ده انتوا متربيين على الفضيله.
ده ربنا بيقول لك ولا تقول لهما اوف ولا تقول لهما ارحمهما وقول لهما قولا كريما. دول كانوا كفار وصاحبهما في الدنيا معروفه. انما دول عرضتكم حياتي وعمري. التلاته مره واحده؟ التلاته يعني ما كانش في واحد حنين عليك فيهم؟ اقول لك ايه، ما احنا قلنا الزن على الودان امر من الساحه. كلها مصالح مشتركه مهما ما كان، كلها مصالح. مهما عم سمير ما كان في اي زن على ودان، ده اب وام، خط احمر. ما هو ما انا افهم حاجه، اللي بيكلمك مين؟ اللي بيتكلم معاهم مين؟ ما دي عمتهم، ما حدش غريب. ما لو حد غريب نقول لك ماشي، انما دي عمتهم لازم يصدقوها، وبعدين تعتبر هي اللي مربياهم، يعني تعتبر هي امهم. طبعا لازم اسمعوا كلامها. اسمعوا كلام انا اللي بقعد 13 في البحر وبقعد معاهم شهر، وفي الاخر تجبر الظروف ان يسمعوا من الشارع ان الجيران لمولي من كل واحد حاجه عشان يوديه للدكتور. وهي كانت فين؟ ايه؟ اختك فين؟ معاهم. ما كانتش بتسال عليك وهي ولا حد؟ هي بتقول لهم ما حدش يدور عليه. يعني مين كان بيعمل لك اكل؟ مين بينظف لك؟ الجيران. الجيران اللي كانوا بيعملوا لك الاكل؟ الجيران اللي كانوا بيعملوا لي الكلام ده. فجأة. الله. هم لا يعني ما عملتش كده من شوية. ما تعبتش من شوية. ما اتألمتش من شوية. من الوجع اللي أنا شفته. وجع القلب اللي حصل لي. الشرخ اللي حصل لي في قلبي. هو ده اللي تعبني. لما لقيتهم بقى سايبين لك هدومك في الشارع عملت ايه؟ انت عامل ايه؟ واحد بيقول لي انت هكلمهم يا اخي. قلت له اكلم مين؟ في حاجه وقعت اتكسرت ترجع تاني زي ما كانت؟ قال لي استحاله. قلت له هو ده العكاز اللي اتكسر ده عمره ما هيرجع تاني. استحاله. عمر ما هيحصل مني في يوم من الايام ان انا اقول لهم انتوا عملتوا كده ليه؟ رغم ان انا مقصوص عليكم وما بديش عليكم، بس انا خايف من حاجه واحده، ان تروح لكم يوم من الايام عيل من عيالكم هيعمل فيكم اللي اتعمل فيا. هيحصل. اوعى تفكروا في يوم من الايام. ده انتوا دين. اوعى تفكروا في يوم من الايام ابوكم اللي انتقلتوه وعرفك كل حاجه وعرفك على حياته وعمره وفلوسه اللي انتوا عملتوا فيه كده، ان احنا ربنا هيسيبكم. ابدا انا ما عملتش معاكم حاجه وحشه. انا عطيتكم كل اللي ما امتلك من صحه ومن مال ومن كل حاجه. عطيتكم حياتي، حرمت نفسي من متعه الدنيا عشان انتوا تعيشوا. حرمت نفسي ان انا اكون راجل عندي بيت وعندي تاني خلابكم عشان انتوا تعيشوا. حرمت ان انا يجي حد تاني يشارككم في حقكم عشان انتوا تعيشوا. وفي الاخر ترموني. تيجي حد مات بلا قلب. انا قلب. قلب مات. انا قلب وانا ضمير وانا طخو وانا امام. ما مفيش دين بنياء الاديان كلها بيقول الكلام ده. طيب استاذ سمير، عملت ايه لما لقيتهم رامين هدومك بقى في الشارع؟ وفي وقت امر الله كنت واخد من نفسي وجاي على القاهره. طبعا ابتديت ادور على عمل عشان اعيش منه. لقيت شغل في قهوه. اشتغلت لفتره معينه. لحد ما صحتي ابتدت. من قبطان تشتغل في قهوه. سبحان الله محتاج. مش احسن ما اقول لحد الدين. احسن ما نمد ايدي للسؤال. قلت احاول ان انا اجيب اي حاجه اعيش منها. لحد ما صحتي ايه؟ ابتدت تتعب اكتر. في الظروف دي صحتي حطت مره واحده. كنت ساكن فين بقى وقتها؟ قاعد فين؟ شارع. بقى قعدت تحت كوبري 6 اكتوبر. لا مأوى ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. لولا المؤسسه مع انقاذ انسان. الله يجعله في ميزان حسنات الاستاذ محمود وحيد والاستاذه شيماء. اقتضوني لمده شهر. حد ما شاف ظروفي ايه؟ في يوم بصيت لقيت العربيه جايه. قالوا لي تعالى يا عم سمير احنا عايزينك. طب يا جماعه لم حاجتي. حاجتي ايه؟ حطام الزمن
على امه. قالوا لي تعالى احنا عايزينك زي ما انت. انت عايز تقول لاولادك ايه؟ منهم لله. يعني لو حاولنا ان احنا نوفق بقى ما بينكم ونتواصل معاهم. بصي انا بعد ما جيت هنا تواصلوا على ال السوشيال ميديا وبعثوا على صفحه عندك الراجل ده معاه 1,000,000 جنيه وعنده شقه وردت عليه. ايوه وده موجود هنا معروف. يعني انت محتاج ايه؟ محتاج رضا ربنا. مش عايز حاجة. أنا فوضت أمري لله. حقق علي عند ربنا. شكرا يا عم سامي. الحمد لله. شكرا. شكرا ليك. مش عايز حاجة أكثر منك. مهندس محمود وحيد مؤسس معهد لإنقاذ إنسان. أهلا بيك. أهلا. منورنا. أنا اللي مش عارفة أقول لك إيه على كل الجمال اللي أنا شايفاه هنا في المؤسسة. بجد حاجة كده عظيمة. شكرا ليك. قول لنا بقى حالة أستاذ سمير لقيتوها إزاي؟ شفتوها؟ إحنا عامة الحالات كلها إحنا عاملين سيستم للمؤسسة. عندنا متطوعين على جميع أنحاء الجمهورية وجميع المحافظات. أي حد بيشوف حالة موجودة في الشارع بيصور الحالة وبيبعت لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك صورة الحالة والعنوان بالتفصيل. من هنا أول ما بناخد البلاغ بيبدأ فريق الإنقاذ بتاعنا يتحرك اتجاه الحالة، بيعمل بحث حالة وبيحدد الحالة مستحقة ولا لأ، لأن في طبعا في حالات كتير قاعدة في الشارع هم مش مشردين، هم من يعني المتسولين، فدول احنا ما بنستهدفهمش. اتبلغنا بحالة عم سمير، كان موجود تحت كوبري 6 اكتوبر، وضعه صعب جدا، صحته كانت يعني في حالة متأخرة. عملنا البحث لحالته وجدنا ان هو قاعد مش بيتسول ولا قاعد يعني مضطر ان هو يقعد في المكان ده غصب عنه. يعني ابتدينا ان احنا ننقذه وناخده من الشارع ندخله الدار، ابتدينا معه بالاجراءات الطبيه، الحمد لله تحسن وبقاله معانا فتره كبيره داخل المؤسسه. ساعه ما جه ما فيش حد خالص بيسال عليه ولا اولاده ولا اي حد من قرايبه. والمؤسسه ما حاولتش تتواصل مع حد من اهله؟ والله احنا تواصلنا مره مع اخته، لكن يعني هو رافض التواصل مع اي حد، يعني هو شايل مش عايز ان هو يتواصل مع اي حد. ولكن احنا تواصلنا مرة مع اخته وكان برضو هي عندها تجاهه متبادلوا نفس الشعور، فما كانش في حاجة ان احنا نصلح بينهم او حاجة زي كده. ووقت ما تواصلتوا معاهم لقيتوا مفيش امل من اخته خالص ولا هي حاولت حد من ولاده ان هو يتكلم ولا اي حاجه؟ هي بتغلطه وهو بيغلطها ومفيش ما بتعرفيش توصلوا لحل. بس طب وابناء كان احنا بنتكلم ان ايا كان مين غلطان ما ينفعش اسيب ابويا او اسيب اخويا في الشارع بالشكل ده. ده وضع مهين لينا كلنا. ازاي انت يجيلك نوم وانت في بيت ومقفول عليكي وسايبه واحد كبير سن وكبير جدا في الشارع بالوضع ده؟ شيء مؤسف يعني. تشرفت بيك جدا وميرسي. ميرسي لحضرتك وميرسي على كل المجهود اللي انت ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. وللأسف بعد ما شفت عم سمير ما عنديش غير قول واحد بس: من لا يرحم لا يرحم. ما بالكم الرحمة المفقودة دي والقسوة دي لما تكون تجاه أقرب الناس لينا، تجاه سبب وجودنا في الحياة، بتبقى كارثة، بتبقى صورة
تقبض القلب. بس زي ما في صور بتقبض القلب، في صور قدامها في المقابل تشرح القلب. صور أول ما تشوفها تحس إني لسه الدنيا بخير، ومعايا أبطال صورة من الصور دي. حاج حسين أهلا وسهلا بيك. أهلا بيكم. أهلا ناصر، ازيك؟ عامل إيه؟ أهلا بحضرتك. خالد أخبارك إيه؟ كويس؟ منورين. منورين. احكي لنا بقى الحكاية يا حاج حسين. والله أنا حسين عبد الحكم حسين، أخصائي اجتماعي بإدارة البطولة التعليمية، وأعمل مسؤول أمن إدارة البطولة التعليمية. شاء القدر وإنه ربنا يكرمني بست أبناء. إن شاء الله. أربع أولاد وبنتين. فالأسرة عندي اعتمدت على ثلاث مقومات أساسية هم الداعمين للأولاد. كانت جدتهم الجدة، ودية من مواليد 43، عاصرت القيم والأخلاق والمبادئ المنتشرة وكان يتصف بها أهل الصعيد. والست الوالدة والدتهم هم وأنا. فكان العنصر الأساسي في الأسرة جدتهم، غرست فيهم قيم ومبادئ هي الأساس في بناء أي أسرة. فكانت حريصة على أنه تعلمهم الصدق، تعلمهم الأمانة، تعلمهم احترام حق الجار، احترام الطريق، الأصول كلها، التواضع، عدم التكبر. كانت تتبعهم لحظة بلحظة، يعني كانت تعمل حلقات تشاور ليهم في البيت. لو يرجعوا من المدرسة نقعد في حلقة في آخر اليوم نشوفوا إيه اللي حصل مع الأولاد دول في المدرسة. الله على التربية. إيه العقبات اللي واجهتهم. فكانت تقدم لهم جانب كبير من النصح والإرشاد. كانت حريصة جدا على كانت مصاحبوهم يعني. إحنا الأسرة كلها ما نعملش الأولاد دول كأبناء، ما نعملهم كأصدقاء، ما نشاركهم في كل صغيرة وكبيرة داخل البيت. حتى إيرادي المصروفات بتاعتي أو مرتبي ما نكون مكشوف عليهم هم. لو أنا قبضت 1000 جنيه ما نحطها على الترابيزة. حد لي فلوس عندي ما نخلي عيل من أولادي يوديها علشان يعرف إيه اللي اتصرف وإيه الموجود. فبدأوا هم يشاركوني الأولاد من المرحلة الابتدائية. الأول أنا في البداية دخلتهم الكتاب، كان منتشر عندنا في الصعيد، بدأوا بالكتاب. فيهم من اللي لحق دور الحضانة دخل الحضانة، فكنت ملتزم بالحضانة والكتاب. ده ساعدني فيهم إن هم يحفظوا بعض آيات من القرآن الكريم ما شاء الله. تاني حاجة إن هم لما بدأوا في المدرسة بتاعتهم، فأنا كنت إيه؟ كنت يعني متابع لهم. فأنا عندي ست أولاد، منهم رحاب حسين عبد الحكم، دي أصلا دخلت معهد فني تجاري، حصلت على تقدير امتياز لمدة عامين أهلها لدخول كلية التجارة، وحاليا في الفرقة الثالثة. عندي ناصر حسين عبد الحكم اللي هو معروف إعلاميا الطالب القصب، ده قصته معي أنا إنه هو من بداية المرحلة الابتدائية وهو شغال معنا في زراعة القصب. بدأ اشتغل معاك من هو في ابتدائي. وهو في ابتدائي. بس حضرتك بقى اللي قلت لهم تعالوا ساعدوني، ولا كان دافع منهم؟ دافع منهم، شافوا الوضع قدامهم. هم اللي شافوا الوضع. شافوا الوضع قدامهم. زي ما أنا ما مقصرش معاهم في حاجة، هم عايزين يثبتوا لي إن هم كويسين. طب نروح لهم بقى. ناصر، أنت القصب بدأت بيه صح؟ شغلانة القصب ولم القصب والكلام ده صح؟ أنت اللي كان دافع منك إن أنت عايز، قلت لباباك إن أنا عايز أنزل أساعدك وأشتغل برغم إن أنت كنت طفل صغير، يعني إيه اللي جه في تفكيرك إن أنت تعمل كده؟ ما بالنسبة لي أنا كنت صغير شايف والدي بيتعب في زراعة القصب، فكنت عايز أجرب الإحساس نفسه إن أنا أتعب وأشوف ثمرة المجهود بتاعي، يعني أنا إن أنا أساعده ده جزء، لكن إن أنا أخد التجربة ده جزء تاني خالص. فقدت المرحلة كلها يعني من ابتدائي وإعدادي، وخلال برضو فترة الثانوي كنت برضو متواجد معه عشان إخواتي كانوا بيروحوا يشتغلوا في المعمار. طب كان بيأثر على دراستك؟ هو أكيد هيأثر، هياخد أغلب وقتي، بس بالنسبة لي أنا يعني أو بالنسبة لأغلب الناس في القرى بتحاول تعوض الوقت تاني في السهر بالليل، يعني تحاول تلم المعلومة من كذا حاجة، يعني سواء كنت اشتغلت على اليوتيوب اشتغلت على حاجة بحاول برضو أعوض وألم نفسي قبل الامتحانات. بس ده برضو ما كانش يأثر قوي معايا، يعني ده كان يديني دافع إن أنا أشتغل أكتر.
يعني حاجه بشوف ثمرتها قدامي، بشوف تعب ان ربنا شايف تعبي مش بيضيع. بس ما قلتش لنفسك وانا اشتغل ليه يعني ما ننزل العب مع اصحابي زي كل الاطفال؟ ما بصراحه كان بيجي في بالي وانا صغير العب، بشوف العيال الصغيره كانت بتلعب وانا مثلا بشتغل بساعد والدي. بس في ده كنتش في المقابل بزعل؟ لا كان بسيط، كنت بزعل بسيط، بس في المقابل بفتخر والدي وتعبه. ما يعني انا مثلا هلعب في الشارع ووالدي بيتعب مش هينفع، المعادله يعني مش هتبقى موزونه. وخالد؟ انا حاليا بدرس في كليه هندسه جامعه جنوب الوادي ان شاء الله قسم الهندسه المدنيه. منذ صغر يعني كنت حابب مجال الهندسه، بس ازداد حبي اكثر واكثر لما طلعت اشتغلت في خلال مرحله الثانويه العامه في شغل المعمار. فكنت منتظر زي اي طالب نتيجه التنسيق بتاعتي، فحالفنيش الحظ اني التحق بكليه الهندسه. فاضطريت اني التحق بمعهد فن صناعي جني، ومن خلاله ربنا كرمني وتاهلت وصممت ودخلت كليه هندسه جامعه جنوب الوادي. بس بعد فضل دعاء الوالد والوالده يعني والحاجه الكبيره رحمه الله عليها يعني. بس كان الشغل مؤثر على الدراسه ولا لا؟ انت لا بالعكس ما ياثرش خالص يعني، على خلال سفري بسافر خلال فترات الاجازه الكبيره. زي اخوك يعني كنت بتلحق تلم المنهج؟ اكيد طبعا، فكنت اسافر في خلال فترات الاجازه الكبيره وارجع على ايام الدراسه لما تبدا يعني. بس بالعكس كان الشغل نفسه كان بيديني حافز اكتر واكتر، لاني بزداد خبره في نفس الوقت وبيديني حافز كبير يعني. طيب وكنت بتشتغل ايه بقى؟ انا اخذت فتره كبيره في شغل خرسانات. بداتها من ثانوي؟ بداتها من ثانوي، وبعد كده اشتغلت اخر فتره اشتغلت مثلا مساعد مبيض، يعني مش شرط شغلانه ثابته يعني، بغير في المجال بحيث ايه ازداد خبره اكتر واكتر تفيدني بكره وبعده في مجالي. طيب ناصر بقى، لحظه ما دخلت كليه الطب احكي لنا احساسك كان عامل ازاي؟ هل انت كنت عايز زي اخوك كده مصمم على هندسه فهو حتى ما يعني الحظ ما جاش معاه ان هو يدخل، جه من طريق تاني دخل الهندسه، انت بقى لحظه دخولك كليه الطب؟ بالنسبه لي انا كعلم علوم يعني ما يعني يا ابيض يا اسود، يعني يجيب مجموع كليه الطب يا ما تجيبش، ممكن تدخل كليه تاني مثلا كليه علاج طبيعي، اي كليه صيدله اسنان، بس كطب ما لهاش يعني حاجه تانية انك تدخلها غير انك تدخل خاص او تسافر. فبصراحة يوم النتيجة ده لحد الوقت عدى 3 سنين عليه بصراحة مش قادر انساه. اليوم ده كان فيه توتر وبصراحة يعني كنت على اعصابي، كنت قاعد كان بيعرضوا الاوائل على مستوى الجمهورية وانا قاعد قدام التلفزيون وانا مستني كل شوية اخر، وفي الوقت بتاع النتيجة اخر لحد الساعة 1 وانا كنت خلاص بصراحة كنت هيغمى عليا يعني. في اليوم ده كنت مهبط خالص لدرجه ان انا لما كنت قاعد فوق بيتنا لما جابوا لي النتيجه اخواتي بقول لهم اتاكدوا تاني، يعني انا بصراحه يعني من الفرحه مش مصدق ان انا دخلت كليه الطب. وبعد كده الفرحه اللي شفتها من اهلي وناسي في البلد وعلى مستوى المركز والمحافظه بصراحه يعني نستني كل التعب اللي تعبته. حاج حسين، المعروف عن الرجاله الصعيده ان هي رجاله حزمه ووعره كده زي ما بيقولوا، ازاي عرفت مع الشده دي ان انت تصدق اولادك؟ صديقهم انا من البدايه مصاحبهم من المرحله الابتدائيه. ان نتناقش مع بعض، نتسامر مع بعض، مع اي مشكله مع نحكوها مع بعض ونحلها مع بعضين. السته فيهم ميزه حلوه انهم هم السته يحبوا بعض، يعني لو هو اي طالب فيهم ناصر رايح سافر اسكندريه وعجبه قميص واشتراه لنفسه ينزل البيت لو شاف القميص ديتي ينفع ياخذوا اخوه يدهوله بكل ارتياح. فيهم طريقه ثانيه الحمد لله، فيهم طريقه ثانيه لو هو ما يتغدى او يتعشى اي واحد فيهم وديتي له نايبه لحمه او ايا كان الموجود قدامه ياكل جزء منه ويقنع الاخرين اللي في الاسره انه هو خلاص شبع، لكن هو في قراره عايز يخليه لاخوه الثاني. ازاي عرفت تدخل الحب ده ما بينهم؟ الحب اللي بينهم ان انا شافوني ما فرقتش بينهم وبين بعض. لو انا اشتريت شنطه لواحد في الابتدائي ب 50 جنيه نشتري للسته كل واحد ب 50. لو اشتريت قميص الواحد ب 100 نشتري لكل واحد ب 100. ما كنتش بتفرق؟ لا انا فرقت بين ود ولا بنت. طيب بقى لما نيجي للبنت. انت بقى حضرتك زي ما وافقت كده ان الشباب تشتغل وهي صغيرين، لو جت بنت من البنات عندك وقالت لك ان انا عايزه اشتغل هترضى؟ هتشتغل بالبكالوريوس بتاعها. مش هتشتغل قبل، ما قالت لك ان انا عايزه اجي اساعدك يعني، هترضى؟ ما احنا شغلنا شغل قصب، ما هتمسك فاس تقطع بيها قصب ما لهاش شغل في القصب. انما في مجال تخصصها هتشتغل.
مثلا هي في كليه التجاره. بس ما عندكش اعتراض لشغل؟ لا ما عنديش اعتراض، بل اني انا مصر انها تاخذ البكالوريوس بتاعها ذات نفسه، مصر انها تاخذ البكالوريوس بتاعها، ولو ان ما اتحتش فرصه ليه هنحاول يعني نعمل لها مشروع تبع تنميه المجتمع داخل القريه. نرجع بقى لخالد ونصر. قولوا لي بقى، باباكم ما جاش عليه لحظه كده شد عليكم وقال لكم يعني ان اللي انا بقول لكم عليه ده لازم تعملوه؟ ولا كان مصادقكم طول الوقت؟ لا يعني اللي بصراحه اللي عاجبني في ابويا وامي وجدتي الله يرحمها انهم كانوا بيتعاملوا معانا مش كاصحاب، يعني حاجه يعني اكثر من اخوات. يعني لحد دلوقتي انا لما بتعامل مع امي او ابويا او كنت جدتي الله يرحمها كنت بتعامل كانه بتعامل مع صاحبتي، يعني طريقه كلامي مش كلام ابن مع امه، كأني طريقه كلام واحد مع صاحبته وواحد مع اخته، يعني مش بحط قيود وحدود ما بيننا وبين بعضنا. بس ما جاتش لحظه قال لك كده اللي انت بتعمله مثلا عملت حاجه غلط، قال لك لا اللي انا اقوله انت تمشي على الكلام اللي انا بقوله؟ لا بصراحه يعني والدي كان دايما بيخيرنا. ولا طول الوقت متفاهم؟ كان دايما متفاهم معانا بالحاجه، مثلا لو كانت احنا فاهمينها بوجهه نظر غلط بيوضحها لنا، بيعرفنا ايه الصح بالنسبه له، هو يعني في حياته يعني عدى بخبرات كثيره فبيفهمنا احنا واحنا صغيرين في حاجات كثيره مش بيكون عارفينها، فهو بالنسبه له بيعرفنا بيبسطها لنا، بيعرفنا ايه الصح وايه الغلط، واحنا بنقتنع بالصح ولو في حاجه غلط برضه بنتناقش ثاني. خالد كلمنا بقى عن دور مامتك وجدتك في حياتك. والله جدتي رحمه الله عليها يعني توفت من منذ حوالي شهرين، كانت الام كانت مثابه اكثر من الام عندنا، يعني كانت كنا عايشين وما زلنا عايشين بفضل دعواتها لنا يعني، والام برضه كنا عايشين بفضل دعواتها يعني جدتي، وامي برضه ان شاء الله كانت طول حياتها بتدعينا يعني، كانت كنا يعني مصاحبينها بمعنى صح زي ما قال اخويا ناصر في البيت، يعني هزار وضحك ومصاحبانا فيش اللي هو ايه الحاجه الصعبه ومش عارف ايه، بتنصحك نصيحه بس ايه كدور صحوبيه. عجبني قوي وانت بتقول اخويا ناصر، ما قلتش ناصر، يعني في حب ما بينكم واحترام صح؟ كمل. بس فرحمه الله عليها يعني كانت مثابه اكثر من ام عندنا، وكانت دائما حافز لنا واول فرحتها لنا في دخولنا الكليه، ودائما عايشين بفضل دعواتها كنا وعايشين في خيرها يعني الحمد لله. انت اب بجد محترم جدا جدا. يعني انا الست ابناء اللي انا عندي ست ابناء اللي هو خالد وناصر، خالد دخل كليه الطب وناصر خالد في كليه الهندسه وناصر في كليه الطب، عندي محمد حسين عبد الحكم ديتي طالب في نظم ومعلومات الفرقه الرابعه السنه دي، الاربع سنوات قبلهم كان يشتغل مع خالد عامل، اشتغل من عامل الامين مخزن في شركه في مصانع اسمنت بن سويف العاصمه الاداريه، اشتغل في مدينه العالمين الجديده الابراج، اشتغل في سوهاج، حاليا شغال في العاصمه الاداريه في الشركات الصينيه نجاش. نفسي الشباب تتعلم منهم بجد، نفسي الشباب دلوقتي تتعلم منهم ان مفيش مستحيل. حسن معيوفر جزء اسمه محمد حسين عبد الحكم، معيوفر جزء المصروفات المعهد بتاعه في القاهره ويدعمني بجزء لاخواته. ما شاء الله ما شاء الله. ويدعمني بجزء لاخواته. وعندي اثنين ثاني ممدوح حسين عبد الحكم وصابرين حسين عبد الحكم، دول في مرحله الثانويه. احنا كان هدفنا الاساسي للاسره كلها هدفها الاساسي ان هي تبنيهم البنيه الصح، فاحنا بنيناهم على عادات وتقاليد لو موجوده حاليا، هي فيها بعض تناصر او تلاشي، لو موجوده في اي اسره مش هتحتاج حاجه. عودناهم على حاجه، على الصدق، على الامانه، على احترام الكبير، احترام حق الطريق، التعاون، الحريه اللي هي الحريه بس ما يضرش الاخرين، التزاور، يعني تقدير العلم، احترام طبعًا. المعلم بتاعه طبعا ما شاء الله ما شاء احترام الله. المعلم بتاعه يا رب كل الشباب بيكونوا نفس اللي انا شايفاه ده. طيب خالد وناصر بقى احلامكم لبكره ايه؟ نبدا بناصر. انا بصراحه يعني نفسي بعد ما اخلص يعني اساعد الناس الغلبه على قد ما اقدر، لان انا منهم يعني بصراحه، يعني في القرى والمراكز اللي احنا متواجدين فيها الناس الغلبه ما فيش اكتر منهم، يعني انك تلاقي حد مش تلاقي مثلا ثمن العلاج، والاهالي مش يعني بيشيلوا الفلوس من بيحرموا نفسهم من حاجه عشان يعالجوا اولادهم، دي بتاثر جوانا في قلوبنا كلنا. فانا الوقت عايز اوفر حاجه للناس دي، دول يستحقوا برضو يعني انهم يعيشوا حياه كويسه، يستحقوا انهم يتعالوا، يستحقوا انه اولادهم يشوفوهم كويسين زي ما بيشوفوا اولادهم كويسين.
فان شاء الله ربنا يكرمني بعدين، واحاول على قد ما نقدر ان انا نساعدهم. طب واحلامك لنفسك انت بقى؟ ما هم ناصر كناصر جزء من احلامه الناس، فما يعني انا لو شفت الناس مبسوطه اغلب احلامها تتحقق. بس ان شاء الله عليك. خالد، انا حابب بعد ما انهي كليتي على خير يعني باذن الله، حابب احضر ماجستير، ومن بعد الماجستير ان شاء الله احضر دكتوراه، بحيث اني اعمل حاجه مفيده لبلدي. وحابب اقول كلمه يعني، انه الشغل مش عيب، وانك تشتغل في مجالك او حاجه طالما حاجه مشرفه ما تزعلش. يعني انا مثلا انا فخور جدا بشغلي، واخويا ناصر برضه فخور جدا لما يكون شغال بشغله. انا مثلا بعد يعني قبل الامتحانات بفتره جامده يعني بكون منسق، بكون منسق اني على شغل، بحيث لما اخلص امتحاناتي هطلع على طول. فانا لما اكون بسافر بكون بصراحه فخور جدا، لانه ده شغل يعني مش عيب، بكون في نفس مجالي مره واثنين وثلاثه، بطلع بطور من نفسي بحيث ابقى فاهم الدنيا ماشيه لمين، لانه الدراسه شيء والواقع حاجه ثانيه خالص. بطور من نفسي يعني. بس انا حاساكم كده بتتكلموا على الدراسه بس ما اتكلمتوش على حياتكم الشخصيه. امتى عايزين تعملوا بيت مستقل ليكم؟ بس انا اهم حاجه دراستي، اخلص دراستي دلوقتي، وبعد كده الحياه المستقبليه سهله يعني، اخلص دينتي دلوقتي يعني. اهم حاجه الدراسه، مجال الدراسه دلوقتي، وفي نفس وبجانب الدراسه اصلا بكون شغال في عمل يعني، بطور من نفسي في نفس اثناء الدراسه في نفس السنين يعني. نفس الكلام يا ناصر؟ ما لو احنا بصراحه انشغلنا في موضوع مثلا الجواز في الفتره دي هنشغل عنها في الدراسه، يعني دي هتضيع يعني مين اولويات يعني؟ دي هتضيع دي يعني ان شاء الله بعد ما اخلص الكليه وبعد ما اكون مثلا عياده او اشتغل في المستشفى ابدا افكر، لان انا كطالب في كليه الطب يعني مش متاح لي ان انا افكر في الموضوع غير بعد حوالي 17 سنين بصراحه. يعني اي حد في الطب بصراحه عارف الموضوع ده، 10 سنين ليه ما تفكر. انا عودتهم الان، انا عودتهم على حاجه، اقنعت وخليتهم يبقوا قانعين من داخلهم بحاجه واحده، انه الرزق ما يجيش بالعافيه، وانه الرزق مش بالفلوس، ممكن الرزق يبقى في الصحه، ممكن في راحه البال، ممكن في راحه الاولاد، في الرضا، في رضا الاولاد. فهم ناصر ما واخدش الطب كمهنه يتاجر فيها، واخدها كرساله ما شاء الله، ما مش هدفهم المال. لا قول لنا انت بقى الخلطه السريه اللي انت عملتها علشان تطلع ابطال بقى زي الابطال دي. رساله لكل اب وام ونصيحه يعملوا ايه؟ اني انا قعدت معاهم وعرفتهم انه زي ما في غني في فقير، في محتاج مش قادر يتكلم، في واحد ما انت في يدك اصبع موز، وفي واحد ما لقيش التراب. فحس حس بالانسان ده، لو ما تتكبرش على حد في الطريق يعني، ما تقلش من شان اي حد. لو عودتهم على انه لو هو هيتكلم يتكلم بالاخلاق، يتكلم بحسن الخلق، يثبت للناس عشان يثبت وجوده في المجتمع، يثبته بفعله، يثبته باخلاقه، تعامله مع الناس. افرض انا معي فلوس والناس كرهاني، معيش فلوس والناس كلها ما تحبني، الحمد لله. فعودتهم على الحته دي، زرعتها معاهم، فمش هتلاقي هدفهم جمع المال. انا عايزه بس الناس تشوف صور الشباب على على الشاشه وهم بيشتغلوا وبيكافحوا. بصوا الصوره دي يعني مبدعه، احنا قاعدين معاكي في الاستوديو حاليا، ومحمد ديتي شغال حاليا في فيصل، ما شاء الله شغال في فيصل بالرولي برضه حاليا اهو، واحنا موجودين معاكم. انتوا بتعملوا الخرسانه ان شاء الله. ده خالد فخورين بنفسكم؟ احنا وانا فخور بيهم، وانا فخور، انا شخصيا فخوره جدا بيهم. انا فخور بحاجه واحده، وفخور بيهم لانهم قدروا يدخلوا كل اسره مصريه. طبعا وكل اسره مصريه على مستوى جمهوريه مصر العربيه ما تفخر بيهم، وتتمنى اولادها يكونوا زيهم. انا اتمنى ان اولادي يبقوا زيهم بجد. شكرا ليكوا قوي قوي، وفخوره اني كنت معاكم. انت عايز تقول حاجه؟ انا عايز اقول حاجه. طب اتفضل. انا عايز، احنا مش طالبين اي حاجه، اتفضل. لانهم عندهم قناعه وعزه نفس، بس احنا طالبين حاجه واحده هم انه الاولاد دي تتكرم. تتكرم بايه؟ ان هم يعني يضيفوهم منتديات الشباب اللي برعاها رئيس الجمهوريه. منتدى شباب. ثاني حاجه ان هم حبهم الشديد لرئيس الجمهوريه، هم يستحقوا، عايزين يقابلوا رئيس الجمهوريه.
واحنا هنساعدكم ان شاء الله في ده، هنساعدكم بامر الله من خلال برنامجنا هنحاول نساعدهم طبعا. تاني حاجه ان هو وزاره التعليم العالي والجامعي عايزه ترعاهم، لان هم طموحاتهم اكثر من انهم يحصلوا على الرصاص او البكالوريوس، طموحاتهم انهم عايزين يحددوا دراسات عليا. ناصر معروف في محافظه قنه وعلى مستوى الجمهوريه انه يتباهى بالكلام دي انه هو طبيب الغلابه، مش عايز ياخذ مقابل من الغلابه، يعني هيخصص وقت من العياده بتاعته ايام في الاسبوع للغلابه مجانا. هتبقى تكشف عليا بعد كده من غير اي حاجه. السلام على حضرتك. من غير اي حاجه مجانا. ثاني حاجه ان برضو انا عايز نشكر اهل مركز ابو طيش بالذات وقريه الحسنات بالذات والمحافظه كلها، انهم اعتبروا اولادي اولادهم وهم فخورين بيهم، يعني ما يحتضنوهم في الشارع، المعجبين هم ياخدهم بالاحضان، واحنا كلنا فخورين بيكم. بقى وانا عايزه تسقيفه من الشباب اللي موجوده في الاستوديو للابطال اللي معانا دي فعلا بجد. انا بشكرك بشكرك وسعيده بيكم جدا جدا جدا، شرفتوني وكنت اضافه ليا، وصدقني هنحاول نساعدكم في ده جدا، ويا ريت يكونوا نموذج للشباب، كل الشباب يقتدي بيهم طبعا. على اساس انه يعني الشباب بالعمل، أنا معلمهم مقولة يمكن عارفها الدكتور ناصر، ما أقول لهم الشباب ده للعمار مش للدمار، الشباب هو اللي هيبني بلدنا، هو اللي هيبني بلدنا أصلا الشباب. أحلى كلمة نختم بيها الفقرة دي، الشباب للعمار مش للدمار، مش للدمار. استنوني يعني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ومعايا الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. إحنا حلقتنا النهاردة بتتكلم عن أبنائي الأعزاء، شكرا. كلمينا يا دكتور عن بر الوالدين. شوفي يعني هناك عشرات الآيات القرآنية التي تحض على بر الوالدين، لأن لا يوجد أعلى مكانة ولا أهم من بر الوالدين، لأنهما يعني تكلف الكثير لكرامتنا في الحياة طبعا، وخصوصا الوالدين في سن متقدمة. وهناك توصيات صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبر الأم خصوصا في مرحلة السن المتقدمة. طيب يا دكتور، في آية كده دكتور أنا نفسي عايز أعرف تفسيرها. وليه؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ممكن تفسر لنا يا دكتور الآية دي؟ لأن إذا الأولاد يعني لم يعرفوا بر الوالدين انقلبوا الأعداء ولا يهمهم، يعني ولذلك الآية نبهت إن وارد جداً أن الأبناء ممكن أن ينقلبوا في مرحلة معينة إلى أعداء. بيبقى العيب فين؟ العيب في الطرفين، العيب بأن الوالدين لم يعطيا هؤلاء الأبناء البر الكافي بهم، ومن هنا جاء جحود الأبناء على الآباء. بس ديننا يا دكتور بيقول مهما كان الأب جاحد والأم جاحدة لازم نبرهم، لازم نبرهم، وخاصة في مرحلة السن المتقدمة، مرحلة عدم القدرة والعجز. هذه نصيحة حضرتك الأخيرة. أنا أقول لكل الآباء ولكل الأبناء ولكل البنات، بروا آباءكم حتى يبركم أبناءكم آباءكم عندما تكبرون وتصيروا مكانهم. فبر الآباء مسألة دين على الأبناء، إذا لم يأدوه سوف يأتي اليوم الذي يرد لهم هذا الجحود وعدم البر، سيأتي اليوم الذي يعني يعانون من عدم البر بهم. وهذه على أرض الواقع لنا فيها مئات التجارب. طب وحضرتك يا دكتور تقولي إيه للنموذج اللي كان معانا النهاردة، الأب اللي إدى أولاده كل ما يملك علشان يأمن لهم مستقبلهم وفي الآخر طردوه رموه في الشارع بهدومه في الشارع؟ أنا لا أرحب بهذا النوع من العطاء الغبي. ماله يعني عيب على الأب إن هو يأمنهم؟
ثم يغدروا به ويأخذوا أمواله ثم لا يبروا بعد ذلك. هذا خطأ الآباء في الأول، لأن لا تعطي أموالك إلا بعد موتك يأخذوهم بالوراثة. يعني هو الأب ده هياخد معاه أمواله ورايح الأب مش ياخد حاجة. بس ده جزاءه يا دكتور. نعم؟ يعني ده جزاءه يا دكتور، الأب هو اللي غلطان؟ ده جزاءه إن هو بيأمنه؟ طبعا، أنه يفرط فيما يملك لأولاده حتى يعني انقلبوا عليه، لأن أصبح ليس لديه مما يشجعهم على بره أو على التقارب منه أو على طلب رضائه. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، انت كنت اضافة معايا النهاردة، شكرا لحضرتك جدا. وفي النهاية اتعودنا في كل حلقاتنا يكون عندنا وجهات نظر، بس عند الاب والام مفيش وجهات نظر، مفيش غير طريق واحد بس ربنا رسمه لنا، وبالوالدين احسانا. عزيزي الابن صدقني والله والله مفيش طريق تاني تمشي فيه غير رضا والديك. ارضي والديك يرضى عنك الله وترضى عنك الحياة. أشوفكم في حلقة جديدة على خير.